تقريبا الواحد مجرد ما يروح يشرف وشه بشويه ميه خلاص، انها ما بترصفش فش مواد كيماويه، ده مجرد اتربه عاديه يعني ما بقاش ليها اثر. بيأثر بس يعني تأثير مش ملموس او مش واضح يعني، فانت ما بتقدرش مش مؤثر يعني. اكيد اثر على الجلد. ليه بقى؟ لان لما بيبقى فيه حبه حر شويه بيبقى فيه رطوبه، وبعدين بيبقى يقلب جاف، فالناحيتين دول بيعملوا تقلب جامد للجلد في جلد. وبعدين في وقت بيحصل لو احنا جينا في الجلد بيبقى جاف شويه، وبيحصل فيه قشور وحاجات للسيدات اكشلي يعني. الجلد بيترطب وبيشقق وكده، وبيعمل حاجات في الجلد بيخلي جلدنا ناشف، وكمان التقلبات الجويه بتعمل على الجيوب الانفيه بتاثر عليها جامد، وبتخلي الواحد مش قادر على طول مصدع. بيحصلوا تشققات كده، وبيبقى فيه زي الجسور السوداء ديت، فطبعا يعني بتبقى خلي شكل البنات وحش، ده بيتأذى منه البنت طبعا يعني. في ناس عندها امراض جلديه بتاثر عليهم، لكن كانسان طبيعي ما بتاثرش. بيطلع حبوب اول حاجه، دايما بيطلع حبوب، وبتزود لو في حد بيطلع له رؤوس سوداء في المناخير وكده بتزود الرؤوس السوداء قوي، وكمان عشان الجو مش بيبقى مظبوط فبتخلي فيه دهون كتير، لو بشره دهنيه او لو بشره جافه بقى بتخليها تشقق جامد وتنشف وتبقى جامده كده في نفسها، ما بتبقاش لينه يعني زي ما بيكون، وبتحتاج بقى ترطيب زياده عن اللزوم، وكمان تنظيف بعمق بقى زياده. التهابات وهرش حبوب. وصلنا مشاهدينا لاخر فقره في حلقتنا، وهي الفقره الطبيه اللي ثابته معانا كل يوم ثلاث. هنتكلم عن زي ما شفنا دلوقتي في التقرير تغييرات الاحوال الجويه، خصوصا فصل الربيع مطول معانا شويه كالعاده، وشفنا تاثيرات الجو اليومين اللي فاتوا. هنشوف ده انعكاسه ايه على الجلد، وازاي ان احنا نحمي جلدنا في الفتره دي، مع دكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. اهلا بيك، منورنا دايما يا دكتور. ده نور حضرتك، اهلا بحضرتك. منورنا يا دكتور، وصباح السعاده. والتراب ومشاكل التراب والناس اللي يعني بنقول كده المجد للناس اللي عندها جيوب انفيه وحساسيه صدر، بس هل التراب بقى بيأثر على الجلد للناس العاديه اللي ما عندهاش مشاكل كمان؟ بصي، اربع حاجات: جلد، العيون، الصدر، الجيوب الانفيه. دول بيتاثروا جدا بالجوده. هي احنا لازم نعرف ليه بيجيلنا حساسيه من الجوده. والفكره ايه؟ لما بتقوم العاصفه الترابيه هي بتقلب الهواء من التراب اللي في الشارع. التراب اللي في الشارع ده بيبقى فيه بقايا عضويه طبعا، مخلفات حيوانيه، مخلفات حشريه، كلام من ده. فاحنا لما بنستنشق المواد العضويه دي بتبدا تحفز المواد اللي هي يعني الحاجات اللي بنسميها انتيجين اند بودي، يعني الحاجات اللي هي بتعمل حساسيه في الجسم. فبتظهر اعراض. اذا كان عندي حساسيه جلديه هتظهر علي اطباق حمراء بقى ورغبه في الهرش وكلام من ده. حساسيه صدريه هبدا اكح والازمات الربويه. عيون هتبص تلاقي واحد بيدعك، في الجيوب انفيه بتتبهدل. فاذا احنا على حسب اللي بيحصل، اول ما بتقوم الرياح بيحصل الكلام ده. مش كده بيقول الناس يعني انا جو كده ما تخرجش. يعني انا عندي حساسيه ما اخرجش خالص، واقفل الباب يعني، وخصوصا الاطفال الصغيرين. لان احنا شفنا طبعا حضرتك قلت فصل الربيع ده ممتد لحد يونيو، 23 يونيو. طيب احنا هنفضل بقى ما نخرجش من البيت لحد 21 يونيو ولا هنعمل ايه؟ لا بصي حضرتك، هو طبعا الربيع فصل التقلبات الجويه، طبعا العاصفه الترابيه عدت، بس احنا عرضه ان يحصل تاني. يعني مش خلاص خلصت، ممكن تيجي برضو تراب وترجع من على فكره بيحكوا علينا في الاغاني لما قال لك ادي الربيع عاد من تاني، ولما قال لك الدنيا ربيع والجو بديع، وبعدين خبراء الارصاد الجويه جم صدمونا قالوا بالعكس ده الفصل اللي حلو الخريف مش الربيع. ده حقيقي، لان ده الخريف بيبقى فتره انتقال بس جو مستقر، ولو ساعات برضو بتقوم رياح، لكن هي دي فتره الخمسين. فيعني بس هو جماله في ايه بقى؟ في تفتح الازهار. يعني في وسط الجو ده، بس سبحان الله يعني خليه. هو هواء جامد صحيح، بس الهواء ده مهم لانه بينقل حبوب اللقاح من ازهار لازهار. فتقوم تلقح الازهار فتثمر، يعني برضو كل حاجه ليها فايده زي ما ليها عيب. فبرضو لا ما نزعلش منه. لكن على فكره طبيا لاحظنا مثلا ان ده اكثر فصول السنه بتحصل فيها حالات طلاق. يا ساتر يا رب. بيبقى في الناس متوتره عصبيا. ايوه، تغيير الجو فعلا ليه انعكاس على الحاله النفسيه. طبعا. وهتلاقي الناس الايام دي برده شويه مشدوده. ايوه، مش عشان امتحانات، هو عشان الجو. صح. ففعلا الجو ده بيخلي الواحد نفسيا متضايق، وبالتالي الضغط النفسي بيبوظ البشره برده، ما هو ده بيبان على كل اجهزه الجسم. مش جدا. بص، اكتر عضو في الجسم بيتاثر هذا الجو الجلد. والشعر طبعا. ما هو ده طبعا. الشعر. لان ده اول حاجه اللي يعني
بتقابل الظروف الجويه. صحيح. يعني كله مستخبي جوه. انما الجلد هو اللي في الوش يا عيني. عشان كده احنا بنقول الجلد هو حائط الصد الطبيعي ضد العوامل الميكانيكيه، دي عوامل ميكانيكيه او الميكروبات. حتى اللي ما عندوش حساسيه يا دكتور، يعني كنت بقول لحضرتك دايما بحس ان انا دايما قافله ايدي، بحس ان انا مشدوده يعني في الجو التراب ده، والشفايف برده بتكون مؤذيه جدا المنطقه دي، ده للناس حتى اللي كمان ما عندهاش حساسيه. ايوه، ليه الشفايف بتتاذي حضرتك؟ الشفايف عليها طبعا انت عارفه الريق بيخليها مبلوله. انا لما اتعرض للهواء ورا بعض هينشف الريق، فالشفايف هتنشف وهتشق وتقشر. يبقى لازم يبقى معايا زبده كاكاو طول الوقت مبدئيا. بصي، في حاجه جميله جدا. ايوه، ساعات مثلا احنا عايزين نساعد الناس يعني. حاجات طبيعيه، بجيب جليسرين ومعلقه عسل نحل. اوكي. معلقه ومعلقه. واخلط وادهن الشفاه الصبح وبالليل، هتخلي الشفايف زي الفل ومفيش حاجه خالص. اوكي. يعني انا بحب ده ابدا. طيب احنا دايما عندنا الجلد بتاع الجسم غير البشره غير منطقه تحت العين، يعني بتبقى في مناطق كده رقيقه معينه. حساسه اكتر طبعا. عايزين نقول بقى الوقايه لكل المناطق دي، كل منطقه نعملها وقايه ازاي في هذا السيق، يعني في الفصل ده اللي هو فصل الرب. خلي بال حضرتك كمان يعني اضيف، مش بس تراب، الشمس هتبدا تزيد عدد ساعات سطوحها. ايوه. فدي لوحدها مشكله للجلد. فاحنا عايزين ناخد بالنا، واحد، احنا عايزين برضو نشرب ميه كتير. طبعا اليوم اللي فيه عواصف ترابيه ممكن لو انا اقدر ما اخرجش هيبقى افضل، واقفل الشبابيك. لما نستحمى نستحمى دايما صابون الجليسرين، بلاش اي انواع من الصابون خالص. تمام؟ نكسب من اكل السلطات الخضر، الحاجات دي بقولها التقليديه باستمرار. عايزين ما نتعرضش للشمس. يا يعني نخرج بشمسيه، يا اما نحط كريم واقي. وهناك كريمات واقيه للشمس دلوقتي مصريه انتاج مصري باسعار كويسه. عشان الناس لسه كنا بنتكلم بيقول لا دي اسعارها غاليه. لا، بقى في حاجات صناعه وطنيه زي المستورد بالظبط ونفس المده الفعاله. صحيح. بس بدل ما ادفع 300 جنيه بدفع 50 60 جنيه او اقل كمان. فلازم ما اخرج لو هقعد في الشمس استخدم السان بلوك عشان يحميني. اتحشى بصفه عامه تعرض الشمس فتره الظهر. البس نظاره غامقه. هخرج في الشمس او في تراب. نظاره غامقه. مش عيب ابدا لو في تراب ان انا احط ماسك على وشي. طب الماسك هشتريه؟ لا مش هنشتري، نعمله في البيت. نعمل ازاي ماسك عشان التراب؟ بجيب قطعتين شاش اقصهم مربعين واجيب قطعه قطن احطها في النص واخيطه واعمل ختين من هنا او ختين من هنا ضفيره من الشاش واحطه. اعمله في 10 دقائق. يعني مش هروح الصيدليه بقى واشتري ماسك وكده، لا انا اعمله. فمش عيب ان انا لو في تراب البس ماسك. كمان المساله مش مساله انا عندي حساسيه، لا انا ممكن النهارده طفل ما جالوش حساسيه قبل كده. بس عنده الاستعداد. فممكن لما اتعرض للرياح والاتربه لاول مره تظهر عليه اعراض الحساسيه. يا فارس يقول لك لا ما انا اصل ما عندوش حساسيه، بس ممكن تظهر له. مش بس كده، ده ممكن واحد كبير تيجي له حساسيه لاول مره. فيبقى ما يبقى في جو كده، سواء بقى انا عندي حساسيه أو ما عنديش، لازم أتجنب التعرض لهذه الظروف. يعني الوقاية للجميع، مش بس الناس اللي عندها حساسية، كل طبعًا. الناس لازم تاخد بالها وتكون حذرة في نزولها في الأيام دي. طب في علاقة بين ظهور البثور السوداء والغبار والرياح وكده؟ ده سؤال حلو جدا، يدل على حد فاهم. ليه؟ لأن الناس بتبقى مش عارفة أساسا الرؤوس السوداء سببها إيه. الرؤوس السوداء عبارة عن إيه؟ مسام في الجلد، في دهون لما بيخش التراب جوه بيتحب بالدهون فبيعمل راس السود. يبقى اذا مع التراب ده تكثر فيها رؤوس السود. برافو عليك. اللي هي بتكون حوالين المناخير وحوالين الشفايف. تنظيف البشره بقى من رؤوس السود ازاي بالطريقه العلميه الصحيحه؟ في طريقتين، طريقه سهله جدا ممكن نعملها في البيت، وفي طريقه طبيه بقى عن طريق الادويه. ناخد الطريقه الطبيه السهله اللي ممكن نعملها في البيت. بنجيب فنجان ملح على 9 فناجل ميه، يعني نسبه 1:9، وندوب ملح كويس، وباخد هذا المحلول ملح واغسل وشي بيه كويس قوي، ودلك الجلد، هيخلصني من رؤوس السود. مش بس كده، ويمنع الدهون ويقلل حب الشباب. ملح ناعم ولا خشن يا دكتور؟ بتفرق على فكره، وبتفرق مع البنات. ملح بتاع الاكل اللي احنا بناكله، اللي هو الملح الناعم العادي. العادي المهم يدوب في الميه. دي بقى طريقه سهله جدا. هل في نوع بشره بيتاثر بفصل الربيع اكتر من نوع بشره ثانيه؟ يعني احنا بنقول مختلطه وعاديه ودهنيه. كله بيتاثر بفصل كله. وبعدين بصي حضرتك كمان، هواء مع تراب هينشف كله. هو وجود التراب على الجلد نفسه. طب ترطيب البشره، احسن حاجه نستخدمها لترطيب البشره؟ حضرتك قلت الشفايف، العسل والجليسرين، البشره بقى بشكل عام. بص حضرتك عشان السؤال ده، عشان في ناس برضو كتير بتسال ساعات السؤال دون. لو انا بشرتي دهنيه، ما فيش حاجه اسمها اخد كريم عشان ارطب، هي دهنيه.
السؤال ده بساله كل يوم. حتى لو كريم للبشره الدهنيه؟ يعني ايه بقى كريم للبشره الدهنيه؟ ما هو ده بيشيل منه يمكن الماده اللي يا هانم انا بشرتي دهنيه احط عليها كريم؟ ما هو الكريمات دي مواد دهنيه. يعني ما فيش حاجه اسمها كريم للبشره الدهنيه؟ ما فيش حاجه اسمها كده، ولو لقينا كده ما نستعملوش. ده هيزود لي المشكله اكتر. اوكي. ده بالعكس اصحاب البشره الدهنيه بنديهم كلينسر او تونر ينشف الدهون. ينشف شويه. بس بقى اعمل ايه؟ طيب اشرب ميه كتير. اوكي. يعني خلي بالك شرب الميه كتير بيرطب الجلد. بيخليني اعرق. فبيرطب الجلد. فاصحاب البشره الجافه يشربوا ميه كتير، اصحاب البشره الدهنيه برضو يشربوا ميه كتير. طب البشره الجافه والعاديه ترطب ازاي في الفتره دي؟ طبعا في كريمات ترطيب يعني موجوده كتير. طب ايه حاجه للترطيب ما تكلفنيش فلوس خالص؟ فيزلين. لان في ناس برضو ساعات كريمات الترطيب بتعمل حساسيه للبعض. يعني مركبات كيماويه. فيزلين انرت ما بيعملش حساسيه ولا بيعمل حاجه. بس ما اخدش بقى نص البطرمان الفازلين في وشي يبقى كله ملزق. صحيح. حته فازلين صغيره كده قبل ما انام وادهن وشي هيرطب الوش او اي مكان جاف في الجسم، كوع ناشف، خشن، ركبه، كعب الرجل. زيت الاطفال احيانا بيبقى مريح لناس كتير مع الاستخدام. انهي نوع من انواع زيت الاطفال؟ زيت الاطفال اللي هو بيبي اويل. يعني كترطيب للجسم يعني. زيت زيتون. زيت لوز. اي زيوت طبيعيه انا ما عنديش مشكله. أوكي. طيب انا برضو كنت عايزه اسال عن اصحاب البشره الحساسه، ودول بيبقوا عندهم بقى الهاي ريسك، يعني بيبقوا عندهم مشكله كبيره، وازاي يقدروا يعتنوا ببشرتهم زياده بقى عن الناس الثانيه؟ يعني احنا قلنا الدهنيه على العكس تماما، يشربوا ميه. اصحاب البشره الحساسه بيتالموا فعلا يا دكتور، ممكن يعملوا ايه؟ هنا ده لازم ياخد علاج. يعني هو عنده بشره حساسه والتهب وابتدى يحس انه عايز يهرش، ضروري باخد قرص انتي يعني اللي هو مضاد الهستامين، يعني اللي هو طويل المفعول بشكل 24 ساعه بالليل بعد العشاء، خصوصا في الجو ده. يعني انا برضو عايز اقول للامهات وكبار اليومين دول لو الجو هيقلب تاني كده وسمعت من هيئه الارصاد ان بكره هيبقى الجو مش كويس، بالليل قرص مضاد الهستامين للكبار وللصغيرين معلقه صغيره. تمام. وانا مش هنخرج بره. الكريم الجلد كريم مرطب، بس افضل الفازلين، ما نحطش اي مركبات كيماويه لان ممكن تزود الحساسيه. طب الشعر نقدر نحافظ عليه من الاتربه؟ لان برضو البنات اللي بتمشي بشعرها في وقت العاصفه شعرها اكيد بيلم تراب جامد، ولما بتيجي تغسله بيفضل لازم يتغسل كتير، بيجهد الشعر. فهل حاجه تقدر تحطها دي مش هنقدر نعمل اي حاجه خالص، ولا زيوت ولا كريمات ولا اي حاجه؟ ما هو انا لو حطيت زيت على الشعر وجاء عليه تراب هيمسك فيه. صح. هيبقى المظهر مش حلو خالص. ماشي. انا امتى بحط زيوت على الشعر؟ عشان برضو عشان الجو هيتحسن. لو الناس هتنزل حمام سباحه او هتروح في مصيف البحر، ممكن الناس تشم نسيم كده تتجرأ وتنزل الميه. لو عايزين يحافظوا على شعرهم من الكلور في حمام السباحه او من الميه المالحه، بندهن الشعر قبل ما ننزل الميه بزيت اللوز الحلو. فبيكون راق فيلم واقي خلي الميه تتزحلق، وده طول الصيف، فما يأذيش الشعر. زيت اللوز الحلو فقط، اصله بيحمي وبيفيد. والزيوت الثانيه ممكن، بس زيت اللوز الحلو كويس قوي للشعر وبيمنع التقصف. يعني الناس عندها تقصف في الشعر ممكن تستخدمه عشان اطراف الشعر، فكويس عشان لو الشعر بتتقسم نصين او بتقصف زيت اللوز حلو كويس. احنا معانا التليفون، معانا ساره من القاهره. ساره صباح الورد. الو. صباح الخير. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، اتفضلي. دكتور عايزه اسال الدكتور. اتفضلي. انا حفيدتي تقريبا عندها 6 سنين، الجو اللي كان تراب ده جالها فيروس، طلع لها اوام حراره وطلع لها حبوب كتير قوي في جسمها وعايزه تهرش، فوديناها للدكتور كتب مضاد حيوي قال دي ده فيروس. بس عايزه اطمن الحبوب اللي في وشها دي وجسمها ممكن تروح ان شاء الله؟ ان شاء الله هتروح. التزمي بالعلاج اللي كاتبه الدكتور بالظبط يعني، ان شاء الله مش هيبقى فيه اي اثار خالص، ما تخافيش. انا سمعت حاجه دلوقتي بتقول الفازلين اللي هو ادانا اللي هو السائل البنكي ده اللي هو الكلامين لوش الكلامينا صح يعني. صح كده صح كده. كلامينا كويسه جدا، برج وبادئ بيها جلد الصبح وبالليل وما فيهاش كورتيزون وكويسه للجلد. وبلاش فازلين؟ لا ما فيش داعي للفازلين، لا خلاص. وبعدين بصي يروح بقى وشاي بقى. انا عايز اطمن حضرتك غالبا ده كان حساسيه مش فيروس، ما تخافيش. اه طمني.
ربنا يخليك. شكرا يا دكتور. تأمري يا فندم، تحت امرك. احنا بنشكرك ساره من القاهره. طيب انا كان عندي سؤال على الفازلين، هو الفازلين مش تقيل شويه؟ يعني كنت انا ومها بنتناقش في الموضوع ده، يعني بيعمل طبقه سميكه شويه، يعني يعني على الوش بيتهيألي تقيل للوش، بس للجسم اوكي. لاحظتوا في السوق في نوعين من الفازلين؟ ايه بقى؟ في بطرمان، وفي في علبه بني طويله كده زي سبراي. ده البادي لوشن فازلين. ده خفيف خالص. اوكي. لا انا اول مره اسمع السبراي ده. لا هتلاقيه في الصيدليات. فازلين سبراي خفيف قوي. ده كويس قوي قوي للجلد. طيب مش كثير. هل مطلوب العنايه بالشعر من خلال حمامات الزيت حتى في فتره الربيع، فصل الربيع؟ الزيوت كويس قوي عشان الشعر، وانا ممكن اقول لكم تركيبه حلوه. حضرتك بقى قول التركيبه تاني عشان كل الناس بتبقى قاعده مستنيه التركيبه دي. دي عشان خاطر بس تمنع صوت الشعر. ايوه. وتقوي الشعر وتمنع التعسف. ايوه. هي اربع زيوت. ايوه. زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الجزر. انا طبعا الحاجات دي ليها اساس، الجزر فيه فيتامين A، يعني الحاجات دي فيها فيتامين صحيه كويسه قوي ومينرالز، يعني كميات متساويه من الاربع حاجات، يعني ده قد ده قد ده، يعني فنجان 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 معلقه وهكذا. بناخد التركيبه دي وبنعمل مساج تدليك لفروه الراس بالليل والشعر لغايه حروفه، بنبيت بيها تاني يوم الصبح بنغسلها بالشامبو مرتين في الاسبوع. دي ممتازه يعني لكل انواع الشعر. لكل انواع الشعر. لكل انواع الشعر. طيب احنا معانا دلوقتي تليفون تاني من مدام هند. صباح الورد يا مدام هند. الو. ايوه صباح الفل. صباح الفل عليكي. دكتور هاني معاكي، اتفضلي. ايوه فندم. دكتور هاني، انا بنتي كان بيطلع لها حبوب اللي هو حب الشباب اللي هو الحب اللي تحت الجلد. فخدت العلاج اللي هو 6 اشهر تقريبا الايزيتريون. هزعل منك قوي. وشها راق ونضف جدا، وبعدين بعد فتره مثلا تقريبا يمكن كام شهر 6 اشهر او سنه ابتدى يظهر تاني ويعبي تحت الجلد. فانا عارفه ان ما اقدرش ادخلها تاني طبعا، ومش عايزك الدواء ده تستعمليه ابدا تاني عشان اثاره الجانبيه. ده زي الري اكيوتين كده. انت قلت اسم الدواء كده حضرتك. انا قلت اسم الدواء. اوكي سوري. هي قالت الماده الفعاله. اوكي. لا بلاش. بص حضرتك خشي حضرتك على صفحتي على الفيسبوك بعد اذنك. اوكي فهمت. امبارح انا كاتب كومنت كده على بوست اسمه البوست المجمع، مجمع اسئله المرضى كلها وكاتب الاجابات منها حبوب الشباب. حضرتك ادي لها العلاج اللي انا كاتبه. خلاص ماشي يا دكتور. تحت امرك يا فندم. متشكره جدا. انا كنت فاكره الاسم هو الماده الفعاله. ده غلط مني انا. لا. طب دلوقتي في حاله انه فعلا ظهر، يعني يعني لان انا اعرف برضو نفس الماده الفعاله. في واحده اخذتها فعلا لان وشها بيطلع حبوب كتير وفعلا رقت ورجعت ظهرت بقوه تاني، دي حلها ايه؟ بص تتعالج ازاي؟ لا عايز اقول حاجه بس عشان خاطر ما ناخدش ادويه بتتعبنا. ايوه. حبوب الشباب ليست مرض ولكنها عرض. الاسترس. استرس بس كده. ايوه. وعشان كده هي حبوب الشباب ممكن تيجي لواحد عنده 50 سنه. هي بتبدا بعد سن البلوغ. وتمتد. هي ظاهره مرتبطه بحاله نفسيه بس كده. بنت بتحب وخطيبها مطلع عينيها هتلاقي عندها حبوب. ولد داخل الامتحانات خايف هيبقى عنده حبوب. اتنين متخانقين هيجي لهم حبوب. فهي حاله انا زعلان حزين. فاذا الحبوب ظاهره مرتبطه بحالتي النفسيه، فما فيش داعي اخد ادويه جامده جدا تقصع الكبد والكلى عشان حاجه وبعدين هاخدها وبطلها ترجع تاني. عشان كده بنلجا للوسائل البسيطه زي ما قلت، الميه والملح او العلاجات اللي انا بوصفها للناس على الفيسبوك البسيطه. بس اهم حاجه في حبوب الشباب بلاش نلعب فيهم. ايوه. عشان ما يحفرش ونرجع ويسيب اثار. احنا دي اخر حاجه، يمكن اخر نصيحه حضرتك قلتها لنا في حلقتنا النهارده، ولكن ان شاء الله يتجدد لقاءنا الاسبوع اللي جاي. بشكر حضرتك جدا دكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. صباحك استاذ الامراض الجلديه. استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. صباحك صباح السعاده يا دكتور. صباح النور. صباح الورد عليك. صباح الخير عليك يا نور. ومشاهدينا احنا بكده حلقتنا خلصت، ويومنا لسه بيبتدي، وصباحكم صباح الورد.